وزارة الزراعة بتعلن طرح لحوم بلدية في منافذ التابعة ليها بأسعار مخفضة. طيب الأسعار هتوصل لكام؟ خليني أقول لحضراتكم. مستشار الوزير وضح أن سعر كيلو اللحم البلدي هيكون حوالي 280 جنيه للكيلو، وده الحقيقة سعر منخفض بالمقارنة باللي كان حاصل في الأسواق أو ما زال حتى موجود في الأسواق الخارجية اللي هي بره منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الحكومة. الأسعار مرتفعة وفيها زيادة كبيرة وملحوظة، فإحنا بنتكلم الكيلو البلدي حوالي 280 جنيه والمفروم حوالي 260. وبرضو وضح مستشار الوزير أن كيلو الكبدة البلدي 250 جنيه. ف شايفين في المنافس دي الأسعار مختلفة، في محاولة لتخفيض الأسعار. واتكلم بقى الحقيقة مستشار الوزير على نقطة مهمة، وقال إن قصة تخفيض الأسعار إيه سببها أو عرفنا إزاي نخفض ونوصل لهذه الأرقام. قال لأن تم إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، يعني إحنا لغينا كل الحلقات الوسيطة علشان في الآخر نضمن أن يوصل للمستهلك أو للمواطن السعر بشكل منخفض. فإحنا شايفين يعني شبه بنقول فين المشكلة في السبب ده، لما بنقول أن إحنا لغينا الحلقات الوسيطة وفكرة التجار اللي ممكن يتلاعبوا أو يزودوا فبيوصل للمواطن السعر منخفض، طب ليه ما بنحلش بقى المشكلة؟ فإذا يعني شايفين مع حضراتكم أسعار مختلفة للحوم في هذه الأيام في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة. فتاني بنأكد ده مش معناها أن احنا ننزل في المنطقة بتاعتنا عند أي حد نلاقي الأسعار دي، لا احنا بنتكلم دي الأسعار بتاعت منافذ الوزارة أو الحكومة. فأي حد عاوز يشتري بهذه الأسعار ياريت يتوجه لهذه الأماكن ويستغل هذه التخفيضات ويستغل هذه المبادرات اللي بتقوم بيها الدولة ويمتنع عن كل الناس بقى اللي بيغلوا وبيزودوا على المواطن.